تابعي معكم محطاتنا، وكندا صارت معنا ومع 10 زوار باستوديو عالم صباح. نحن ننتقل لعندها وأرض وورد. بونجور كندو. بونجور. كله تمام؟ عظيم، أنت؟ الحمد لله الحمد لله صفا. اليوم نباتات عديدة بتهم كل الناس، لأنه في كتير ناس بيكونوا ما بيعرفوا يتصرفوا مع النبتة الكبيرة وبيحبوا يبلشوا معها من الصفر. صح، يربوها ويهتموا فيها لتكبر. وفي بعض النباتات غيدة يلي بتبقى جمالة بأنها صغيرة وحلوة، وهلأ صار في كتير تندانس أنه مش ضروري دايما تحطي نباتات كبيرة، مش ضروري تكون وظيفة النبتة أنها تعبي خضار كبير، وانما تعطيك لمسه خضراء. ودراسات كثير عم تثبت كلمه ليوم عن يوم انه لو كان عرق اخضر واحد بغرفه بيقدر انه يعطي طاقه ايجابيه كثير، وبيقدر انه يغير مود الشخص يلي قاعد بهالغرفه. مشان هيك انا اليوم هالنباتات الصغيره يلي رح نتعرف عليها سميتهم جادجت بلانتس، يعني هن مش نبته وبدك اياها تكبر وهيك، وانما نبته صغيره بدك تتسلي فيها، نبيتة تتسلي انك تشوفيها وهيك تضلك محافظه عليها بشكلها يلي شايفينه. خاصه انه هلا كمان التندانس انه مش ضروري يكون النباتات بتزهر لحتى تكون حلوه، يعني الجاذبيه تبع اي نبته هي بخضارها بالخطوط يلي ممكن انه تعطيها اكثر من هيك شو بتفرجيك من الوان. وهيدا بعتقد يعني مخلوط كمان مع التندانس تبع كل الديزاين بكثير مجالات، مش بس بعالم الزراعه، لانه بالاخر كلياتهم بيلحقوا بعضهم. بخصوص التندانس ايه، لانه فعلا يعني هيدي موضه، ومثل ما قلت كل شيء بيلحق بعضه، خاصه عم نحكي عن نباتات داخليه. صحيح. يعني هي بتلحق موضه اشياء ثانيه بتحطيها بالبيت. بقلب البيت. رح بلش بأول نبتة لليوم وهي ألوكازيا. ألوكازيا فرد كلمة. ألوكازيا. ألوكازيا، شوفي قديش حلوين الوراق تبعولها، مرسومين رسم كتير يعني شكلها كتير ديزاين، منا مثل أي نبتة تانية، مع هالخطوط الأخضر الفاتح يلي بتشوفيها وهالورقة العريضة كتير، ويلي بنسميها بسموها أوراي دي ليفان أو دينة الفيل، لأنه بتشبه دينة الفيل بالشكل. ما بتنسى كمان مثل الفيل؟ يمكن انتبهي. واللون كمان يلي بنشوفه على قفا الورقه كثير حلو. هلا عاده الالوكازيا بنشوفها باحجام كثير كبيره، نفس النبته عم نحكي عنها، نفس الفرايتي، فيها نبلش من بو هالقد صغير لنوصل لاحجام بتتعدى المترين كمان. ولكن نبته مثل هيدي بتحطيها بالبيت بتنبسطي فيها هيك على زاويه على طاوله، يعني كل هول النباتات عم نحكي عن شيء بتحطيه مثل بيبلو، مش طبعا قد ايه وقت هي بعدين بدها تتنقل من بو لاكبر لاكبر لاكبر. هلا انا كل النبتات يلي عم نحكي عنهم اليوم وكلياتهم يلي اخترتهم وبيلبق لهم اسم جادجت، هنن يلي بينمو على مهلون. وهيدي الفكره انه انت ما بدك اياها توصل لحجم كبير، انت بدك تستمتع فيها هي وعلى الطاوله حدك وهي وهالقد، وما بدك انه تاخذ كثير سبيس، بذات الوقت بدك تشوفي شيء حلو. صح، ألوكازيا هيدي هي، وهي اسيويه تروبيكال اكيد، كثير بتقدر انها تعيش بقلب البيت بسهوله، بمحل مضوى، مش ضروري يكون شمس، مش ضروري يكون كتير مضوى، بس على القليل يكون في نور. واهم شيء انه نترك التراب تبعولها رطب، مرتب. يعني بس تبلش بدها تنشف نرجع نسقيها عن جديد. اكيد كل ما بننظف الغبره تبعولها كل ما بيكون احسن، لانه بنصير بنشوف الوراق تبعولها بشكل افضل. تنوصل لتاني نبته اللي هيدا شو مهضومه، منكوشه. هاي منكوشه. اسمها منكوشه؟ اسمها جونكس بنسل، يعني اسمها القلم. وهيدي فرايتي او نوعيه جديده ما صار لها زمان، من عائلة بنسميها جونكس يلي هي بتشبه العشب مثل ما احنا شايفين. جونكس من جونك يعني مثل الخرد، الخردة يمكن. ايه ما هيك. بس الحلو فيها انه سموها بنسل لانه الورقه تبعولها طويله بتبقى، والراس دائما بيبقى مسود، يعني مش كانه قلم رصاص على طول عندك اخضر والاخضر الغامق، هيدا القلم يلي نحن بنعرفه. مزبوط. وبالاخر مزبوط، وبالاخر دائما الطرف تبعولها لونه اسود، مشان هيك بنسميها بنسل او قلم الرصاص. وهي هولنديه
يعني هالفرايتي اللي خلقوها بمختبرات هولندية، الحلو فيها انها كتير صلبة، يعني ما بيهمها كتير، بتنسي تسقيها، بتسقيها دايما، ما بيهمها، بتضل عم تعطي ورق يعني جديد لحالها، ودايما بتشوفي في عندها اليابس اللي هو مخلط مع الاخضر، يعني في ورق تبقى بتبلش تي بس وورق تانية عم تطلع كلياتهم مخلطين مع بعض، ومثل بدنا نشيلهم كل الوقت اذا بدك، واذا بدك فيك تتركي هالخليط هيدا مثل واحد شعراته نص نص، ابيض شي. ابيض واسود حلو مع بعض، وشاب مع المشاب حلوين، فهيدي بنسل. تاني او ثالث نبته رح نحكي عنها اليوم، هيدا انا كثير بحبها، اسمها الكسين، كثير هيك ناعمة وصغيرة، بتعمل مثل تابي أو مثل سجادة على البو تبعولها، وكل ما بتعطيها مجال على التراب كل ما بتمد أكتر وبتعطيك هيدا التابي. أهم شيء إنها تضل رطبة، لأنه كتير مثل الموس هي، وكتير بيلزمها رطوبة لحتى يضل محافظة على خضارة. بالشتاء بتلاقيها كتير كومباكت، بالصيف لأنه شوب تنفش شوي، يعني بتلاقيها شوي بتعلى عن البو يلي شايفينها بقلبه، إذا ما كبرناه للبو بتضلها مرصوصة على بعضها، وهيدي الفكرة، يعني أنا بفضل إنه ما كتير نكبر للبو لحتى تضلها بهالشكل هيدا. وهيدي نبتة بنعرفها نحن عادة، وبنعرفها كبيرة، وبنعرفها بالمكاتب، بمحلات، بمداخل بنايات، وبهيك كبيرة كبيرة بتكون، نقدر نشوفها ميني كمان أريكا، وهيدي مزروعة من البذرة. عادة نحن بنفسخ الأريكا لحتى نحصل على نبتة جديدة، بس دايما بتشوفيها كبيرة ودغري ورقتها بتبقى طويلة. هون إذا ملاحظين حتى الحلو فيها وجمالها إنه تترك البذرة تبعولها مبينة، وقت نزرع الأريكا بهالطريقة كتير بطيئه انها تنمى، وهيدا الشيء المطلوب لحتى تضل محافظه على هالحجم الصغير هيدا، وبتضل بقلب البو تبعولها، بتقدر كل سنتين او ثلاثه لحتى تضطري انك تغيري ليالا شوي اكبر مش كتير، بس يعني عندك تقريبا وقت طويل لحتى تضل محافظه. هيدي بدي اتركها لبعدين، لانه عندي هون كمان نبته كتير مهمه. ليش مهضومه؟ هيدي فيتونيا، ليك شو مهضومه، بسموها جلد الحيه، مع انه هيك اسم شوي قوي وتقيل، بس لانه عندها هالكمانة بقلبها هيك الموزايك اللي موجود فيها كتير حلوه. اهم شيء انه نسقيها دائما، ما بتحب انها تنشف ابدا، ودائما نشيل الراس، يعني بس نلاقيها نطفه طلعت بايدنا مش ضروري بالمقص، نشيل دائما الاوراق الجديده يعني عم بتطلع صغيره، لحتى يعني تخليها صغيره، لانه كل ما تطول كل ما بتفضى من تحت، واذا بدنا اياها تضلها جادجت وتضلها حلوه بدنا دائما بايدنا نشيل الورق الجديدة يلي هي عم تطلع. عندنا الكاكتوس كمان يلي بعرف انه عنده كتير محبين، كاكتوس في ناس بحبوه ناس بخافوا منه، مزبوط مزبوط، بس كمان شكله كتير، يعني الخطوط يلي الكاكتوس بيعطيها والالوان، ما في نباتات تانية بتشبهها. عائلة الكاكتوس هي لحالها مختلفة عن كل النباتات التانيين، ومن النباتات يلي فيك تنسيها ثلاث اربع جماع ما تسقي وبتضلها مش عايزة حدا، ومش عايزة كتير اهتمام، مزبوط. فهيدي كمان بتقدر تكون واحدة من النباتات يلي هيك بتحطيها حدك، وهيك بتعطي طوش حلوه. هلا بدنا نوصل لنبته انا شخصيا كثير بحبها، هيدي السانسيفييرا، نبته كثير ديزاين، يعني كثير حلوه لانه هالخطوط هيك الخضره يلي بتعطيها فعلا كثير حلوين، وهلا كثير ما بدي اقول تندنس، موضه، قولي تندنس موضه عن جد كثير موضه، وكثير يعني كثير عم تجذب دائما بالمطاعم، بتشوفيها كثير على الطاولات، شبه اللوبيا على ضعيف ايه على هيك يعني هي الفكره، بس انه في عندك بس طوش خضراء حلوه، خطوط جالسه، ما في اي تفلسف بالنبته ولا ورقه ولا شيء، هذه هي ما بتعطي شيء ثاني، بس على الكتره كتير بتعطي افيه حلو. مثلا بالبيت فيك تحطي على كل طاوله نبته واحده من هيدي، وبتلاقي انه على الجمع بتعطي كتير حلو، خاصه اذا في حدا فيوز او اي شيء بيضوي عليها كمان منظرها حلو. ما بنسقيها كتير، ما بدها كتير اهتمام، البو شوفي شو صغير عليها، بتقدر تعيش فيه بدون اي مشكل كمان سنتين وثلاثه قبل ما تبلشي. هيدا البو فيها تضلها فيه، هلا المشكل بس انه بتصير بتقلب، يعني التوازن تبعها بصير شوي مشكله، بس قديش بدها تراب، ما بدها اكثر من هيك، ومن النباتات الحلوه كثير.
بدنا نحكي هلا عن نبتة هيدي الشعرات كثير مهضومة هيك كمان منكوش. هلا هون في فرق بين اللي شفناها قبل والسكيربوس، هيدا هو اسمه نوع من الجازون، هيدا نوع من الجازون يلي عادة ما بنستعمله، يعني من العشب ما بنستعمله بخليط الجازون يلي بنزرعه على الأرض لأنه كثير ناعم ما بيندعس عليه. وإذا بتلاحظ غيدا السنابل يلي بتعطيها هي دي موجودة على الراس، وهي يلي بتعطيها هيدي مثل ضوء بقلبها، يعني شعرات كتير وكل واحدة على اطرافها في عندك هيك نقطة نقطة بيضة مثل الذهبي. كمان هيدا الحلو فيها، هيدي كتير بدنا ننتبه انه تضلها دايما رطبة لانه كتير كثيفة على بعضها وكتير الشروشة بمدوا، فدايما بدنا نخليها رطبة ونسقيها كتير، وما بدنا حتى بمحل مشمس، يعني هي بتعيش باماكن في اكتر، وحتى بيسوى انه نعملها اخر واحدة جنينات الاكواتيك اللي بنبقى بنحكي عنها بعدين. هون بدنا نوصل لكل انواع اللي بنسميها الساكيولنت بلانتس او من انواع الالوي وكل هولي يلي عندهم كمان نفس لحالهم وديزاين لحالهم، لونها كثير حلو ليكي، يعني مش ضروري يكون اخضر بس، وخاصه بيحبسوا مي كثير، بيحبسوا مي كثير، والفورم تبعولها كمان كثير متجانسه وحلوه كانها زهره بلون بتلبق مع ثيابك مثل الارتيشو كمان هيك مثل الارتيشو كمان، وكثير مرتبه بيسوى انها تكون لحالها، يعني هول كل هالنباتات هدول اذا بتحطيها لحالها مش ضروري تكون مع مجموعه، منك بحاجه انك تخبي الفورم بشيء ثاني وتعطي افيه مشترك، لا هي كل نبته شكلها حلو وحلو انها تضل لحالها، كمان ما بيسوى انها نسقيها. شفتي كل شيء انا عم شبهه بالاكل بين اني جوعانه كثير، وشاف اليوم رح يجيب لك صحن كشك بالخضره لانه بيعرفي قديش بتموتي بالكشك. هذا الشيء مش مزبوط، كندا الهيئه ما بتحب ابدا الكشك بالخضره، وداني معتر بيروح عند امه ليأكل ولا بالخضره ولا بلا خضره. شيف حضر لك صحن هالقد ليجيبه. شكرا شيف. رح نتابع محطاتنا، اكيد بدي اذكر المشاهدين انه في لقاء مسكوني للشباب المسيحي بدعوه من الاتحاد العالمي للطلبه المسيحيين بالشرق، وهاللقاء رح يجمع الشباب المسيحي من كافه الطوائف والطقوس المسيحيه بلبنان والشرق الاوسط، هو لقاء مشاركه وصلاه وتبادل خبرات لاطلاق اسبوع الصلاه من اجل وحده الكنائس، رح يصير من 18 من بكره لغايه 25 كانون الثاني جانيوري، وبيشارك بالتنظيم هالنشاط شباب وصبايا من مختلف الجماعات والطوائف المسيحية، رح يصير بكنيسة سيدة البير بسن الفيل، ورح يصير بكرة ب 18 الشهر الساعة 7 المساء. الدعوة أكيد حبينا نذكرها اليوم من الاتحاد العالمي للطلبة المسيحيين بالشرق. دقايق ومنرجع من بعدها لحتى نكون مع كل اتصالاتكم مع زودياك وكارمن، خليكن معنا.